على طول لمحمود جنش حارس المرمى. جنش مشاهدينا في ثاني لقاء لي على التوالي وفي السابع لقاء لي في الدوري هذا الموسم مع فيوتشر، موسم اول معار من الزمالك، وكان بدا مشواره مع نادي الاولمبي السكندري، واحد من اكبر واعرق الانديه المصريه والعربيه والافريقيه. طبعا نادي الاولمبي تاسس في عام 1905، ولكن اقدم نادي هو الترسانة، عفوا نادي السكه الحديد تاسس في عام 1903. لمس رفعت، رفعت باصه احمد عاطف لرفعت ترجع ورا في نص الملعب لمرعي، عطف الشمال لجوناثان، لمس الامام مهاره حلوه الهدف جول. الله 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 الله, الله.